حاجة شكل حلو. تحط لها فلتر بقى. لا من غير فلتر. يلا. تعرف ايه عن كريستيانو رونالدو؟ سيار سيف. مراته اسمها جورجينا، جامدة او. كانت لمسكة. ثواني. كانت لابسة اخر ماتش ليه ده. كانت لابسة بنطلون جامد. اقسم بالله لابسه التيشيرت بتاعنا. التيشيرت ده. بس انا ما بحبش كريستيانو رونالدو اصلا، انا بشجع ميسي. طب قول لي، لو كريستيانو رونالدو عربي، عربي اسمه هيكون ايه؟ محمد صلاح. ابو مايه. ابو مايه. لاجل الراجل ده، لاجل الراجل ده تلا حوين كلها على دماغنا يا جدعان. جورجينا حلوه بس وخلاص، ولا اللي عارفه عنه. ما اعرفش حاجه غير كده. ما اعرفش اي حاجه غير جورجينا. لا جورجينا بس، هي احلى حاجه في جورجينا بس. طب بقول لك، كريستيانو رونالدو لو شخص عربي، تفتكر اسمه هيكون ايه؟ هيكون ايه يعني؟ مثلا قريب محمد صلاح مثلا، اسم زي كده يعني. اقول لك اسم ايه؟ انا ما اعرفش عشان عارف اسمها يكون ايه. طب جورجينا لو بنوتة عربية كده اسمها يبقى ايه؟ يبقى ياسمين صبري. طب بمناسبة ان انت قلت ياسمين صبري، قول لي مين اللي بيقلد مين؟ ياسمين صبري اللي بتقلد جورجينا. تعرف ايه عن كريستيانو رونالدو؟ من ناحية ايه مثلا؟ لا فاندية كبيرة في اوروبا زي ريال ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، وبعد كده كمل حياته في النصر بياخد شوية فلوس حلو. ويعني بقى في جورجينا الحمد لله يعني حياه توب التوب. انا عرفت كريستيانو عن طريق جورجينا اصلا. يعني انت تعرف جورجينا بقى؟ حد ما يعرفش جورجينا؟ انت ما تعرفش جورجينا؟ تعرفها من ايه؟ والله اعرفها من حاجات كتير، مش لازم انت تعرفيها. طب قول لي بقى، كريستيانو رونالدو لو شخص عربي تفتكر اسمه هيكون ايه؟ هو ممكن يسلم على فكره، بس ازاي يبقى شخص عربي يعني؟ حب اسمه محمد بن سلمان عشان هو بيحب الفلوس شكله. ابص لا، ممكن نقول حاجه تاني، ممكن نقول عليه سيد عبد الحفيظ. انت فاهم؟ هياخد ساعه كده والدنيا هتبقى تمام. هي نفس المقارنه برضه. او لعيبه الاهلي بيحبوا الفلوس وكده، انت فاهمه؟ تعرف كريستيانو رونالدو؟ اخويا ده حبيبي. بيلعب فين بقى؟ في النصر السعودي. قبل ما يلعب في النصر السعودي كان فين؟ كان في مانشستر يونايتد. طيب كان بيلعب في ريال مدريد. كريستيانو رونالدو بقى لو هو كان شخص عربي تفتكر اسمه ممكن يكون ايه؟ كريستيانو، ما هو اصلا يعني هو بيحب المصريين. بيحب المصريين؟ وبيحب المسلمين كلهم. بس عادي، مش يعني ما اعرفش هيبقى ايه. خمن انت كده. هيبقى ايه؟ ما محمد سعيد. اسمعنا محمد سعيد يعني. هو كده، هو حلو. محمد سعيد. حاسس انه لايق؟ لا. جورجينا لو كانت برضو شخص عربي تفتكر اسمها هيكون ايه؟ يسرى. اسم البت اللي انا بحبها. طب جورجينا يبقى اسمها ايه؟ لو هي مسلمة ممكن اسمها سلمى عشان لايق عليها يعني. عشان سلمى حلو. مين اللي شبه مين؟ ياسمين صبري شبه بتقلد جورجينا ولا جورجينا اللي بتقلد؟ لا جورجينا اللي بتقلد ياسمين صبري طبعا. طبعا اكيد. شايف مين احلى؟ الصراحة جورجينا. جورجينا. ياسمين صبري مصرية بقى. ما عشان اخر مرة مش فاكر اللي حصل بينها يا احمد ابو هشيمة، صح كده؟ اتخانقوا تقريبا واتطلقوا تقريبا؟ اتفصلوا يعني. فهي غبية، جاب لها عربيات وفلوس، هي مشهورة برضو الكلام ده، بس ربنا يسهل له. ما بلاش نجيب سيرة الناس احسن عشان حرام. هو كريستيانو رونالدو اصلا في الاول كان يعني كانت حياته صعبة جدا، فما اللي هو كان في الاول اصلا كان شغال مش عارف في محل او حاجة، كان كافيه عامة يعني، فهو عافر، فعشان كده الواحد يعني بيعافر في الدنيا كلها قبل ما يوصل. هو عافر ووصل، فنصيحتي ان الواحد يعافر حتى لو في نفس، وما دام في نفس فانت هتدنك تعافر ولا تستسلم ابدا. لان يعني مثلا نقول بنسبه 77% اول حاجه انك مش نو استسلام. نقول مثلا 3% اللي هو ايه يعني، هيجي لك احباط من كل الناس عادي، بس اللي هو يعني لازم تعافر وتستسلم. وكريستيانو رونالدو وصل اصلا لحد وصل اللي هو درجه بقى احسن لاعب في العالم، وبقى يعني هو ميسي يعني بيقارنوا هما الاثنين، فاهم؟ بس هو كريستيانو بقى عنده 3 اولاد، اللي هو
يعني الاديوكيشن بتاعي اصلا فاهم في كريستيانو مش مهم ان انا في كليه تمريض، فالفكره مش في كده، الفكره ان انا مش متابع كريستيانو اكتر، متابع ميسي. بيلعب في انفاماس؟ مش عارف. برتغال. برتغال. كان بيلعب في البرتغال ودلوقتي بيلعب في السعوديه. بيلعب في السعوديه. قولي لي كريستيانو رونالدو لو شخص عربي هيبقى اسمه ايه؟ كنت هتجوزه ولا على طول عبسه محمد. عايز مش عارف مش معنى محمد، انا بحب اسم محمد. سعادة زخيرة اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. طب وجورجينا بقى يبقى اسمها ايه؟ سيد منور. سيد ايش جورجينا دي؟ مش عارف. بنات في كلها على دماغنا خط النيل، منيا القمح، الكوبري على تل حوين. امسك البتاع ده ممكن. تل حوين كلها وبنات في كلها خط النيل يا جدعان، الربعماية، منيا القمح والكوبري، التلين، الزنكلون، بوردين والزنكلون، عزبة المربع. عزبة المربع مين؟ مين؟ ايوه ايوه عشان الراجل. ايوه بس شكرا كده. طب جورجينا برضو لو كانت شخص عربي بني ادم عربيه كده مين صعب؟ الاثنين نفس هي بتحاول تقلد الثانيه، انت فاهم نفس الملامح. مين اللي بيقلدني؟ لا المصري اصلي جورجينا بتقلد ياسمين، لان كان في واحد بتاع ميك اب عيل كده عليه، المهم كان بيعمل ميك اب لياسمين فجورجينا خلته منه، وهو دوقت بيعمل ميك اب جورجينا. يعني جورجينا هي اللي بتقلد ياسمين؟ كان انا متابع على فكره، حاسس كده. حاسس كده. طب جورجينا بقى؟ جورجينا ده دي البركه بتاعتنا كلها، ده احنا من غيرها ولا نسوى. ليه يعني بتعمل لكم ايه؟ هي كريستيانو من غيرها اصلا ما ينفعش يعرف يلعب كوره. ايه علاقتها؟ هي بتشوط له الكوره يعني؟ لا هي بتشجعه. انت مين بيشجعك؟ ابويا وامي. ربنا يخليهم. ربنا يخليك. جورجينا بقى لو كانت عربي. انا مش هلعب كوره اصلا. مش هلعب كوره. انا هتعمل ايه؟ ايه؟ مش هعمل حاجه بس انا مش هلعب كوره. مش هعمل مصر مش هلعب كوره لو شجعتني يعني. لو هي شجعتني مش هعمل مصر مش هعرف ان انا العب كوره. ربنا يوفقك.